حملة تحسيسية حول العنف داخل المؤسسات والمخدرات، يعني مع الدكتور الغرماوي محمد ومع مساعد اجتماعي يعني الغزوي عبد الإله. اليوم جينا درنا يعني جلسنا مع 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 الأستاذ يعني المدير ديال عثمان بن عفان، جلسنا معهم واستقبلونا وناقشنا معهم الموضوع اللي حنا غادي نديرو كحملة، يعني اللي غادي نديرو هنايا في المؤسسة، والحمد لله يعني كان عندنا واحد الإقبال من الطرف ديالهم واستقبلونا وتعاملوا معنا يعني وعطونا الفضاء، وكان عندنا تقريبا 80 يعني 80 تقريبا حتى 85 طفل اللي هما جاوا التلامذ اللي هما جاوا ويعني واستمعوا الموضوع ديالنا واستمعوا الموضوع ديال العنف واستمعوا الموضوع ديال المخدرات، وبالوجود ديال الاساتذه وبالوجود ديال المدير لانه هو اللي كان واقف على 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 الامور يعني على احسن ما يرام، وكانت الامور كلها الحمد لله مزيان. هذا الصباح درنا واحد اللقاء هنا مع هاد في هاد المؤسسه، واللي كنشكروا المسؤولين والاساتذه والناس اللي ساهرين على هاد المؤسسه والناس اللي ساهرين باش يعني وفروا لنا هاد المناسبه يعني باش نتلاقاو مع هاد الاطفال. الموضوع كان حول العنف والتدخين والمخدرات، فكانت المداخلة يعني فيما يخصني شخصيا هي على محاربة المخدرات، فقمنا يعني توضيح المخاطر للمخدرات الخاصة والشائعة والسلبيات ديالها على الأطفال وعلى الإنسان بصفة عامة، فيما يخص يعني التكوين ديالو، الشخصية ديالو، الأفكار ديالو، الذهن ديالو، العقل ديالو، وفي آخر المطاف المستقبل ديالو. فكنتمنى الله أننا نكون وصلنا واحد الرسالة، وأن هاد الشباب يكون في واحد الوقت يعترف بهاد المبادرة ويعترف بالجميل ديال الناس اللي سهروا واللي كيوفروا بحال هاد المناسبات، اللي هي اولا يعني تبليغ وانها يعني اشعار، وعلى انها يعني مناسبه تواصليه ما بين الناس ديجا، ما بين الاخوان والاخوات اللي كيسيروا هاد المؤسسات، وتواصليه كذلك مع الشباب وكذلك الشباب ما بيناتهم. كنشكر الجمعيه اللي دارت لنا هاد الدرس هذا على 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 العنف وعلى المخدرات، وكنبغي نوجه تحيه للناس اللي سهروا باش يديروا هاد الدرس هذا اللي استفدنا منه بزاف بمخاطر المخدرات والاسباب ديالها والاحتياطات كيفاش نديروا نحتاطوا منها. شكرا هاد الجمعيه حيت جات عندنا درستنا واحد الدرس ديال المخدرات واستفدنا منه بزاف. تحية لكل أستاذ ساهم في هذا الدرس هذا ديال هو المخدرات والعنف، لأنه استفدنا منه شحال من حاجة اللي كتوعي الشباب أنهم يبتعدوا من هذه المخدرات ومن هذا الشيء. العنف خصوصا بالوسط المدرسي هو مواجهة ظاهرة المخدرات، واللي سنشكروا بهذه المناسبة الإخوان اللي أثروا هذه المداخلات، خصوصا الاستاذ الدكتور محمد المغراوي استاذ طب النفس اللي اعطى واحد القيمه اضافيه لهذه الدوره التحسيسيه للتلاميذ، اللي سنشكرها بزاف الاخت فاطمه الزهراء بن الصغير اللي كانت في الحقيقه ضد هذه البادره اللي قلنا شارك فيها تقريبا 80 تلميذ، كانوا كلهم هذوك التلاميذ المستهدفين من التعثر الدراسي، واللي تنشوفوا على انهم ربما انه الهشاشه ديالهم والوسط ربما يمشيو لنا لشي طريق ديال الانحراف او الهدر المدرسي، فكانت مناسبه في الحقيقه باش نعطيوهم هاد العنايه بتخصيص هاد النشاط هذا. ختاما تنقول بلي ان شاء الله المبادره يعني راها قائمه، ومازال ان شاء الله غادي نديروا جديد، يعني نحاولوا ما امكن يعني ندخلوا لجميع المدارس جميع المؤسسات سواء كانت المؤسسه الثانويه او الاعداديه، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر واكثر ونجيبوا دكاتره اخرين ونجيبوا يعني ناس اللي عندهم علم الاجتماع، يعني اللي غادي يعطيونا اكثر لهاد الوليدات،
وتنشكر الجميع وكنشكر كاع المؤسسات اللي حنا كنمشيو لعندهم وكيستقبلونا وكيتعاملوا معنا يعني، وكيعطيونا على الاقل يعني مهما كيعطيونا حنا كجمعيه باش نقدروا نزيدوا القدام، مي كيعطيو حتى لهاد الدراري باش يقدروا يوصلوا ويكون عندهم مستقبل جيد ان شاء الله. وتنشكر الجميع.